فرفحة نعم هناك عراقيين قدموا تضحيات، التضحيات قدمناها كلياتنا بدون استثناء، حتى العراقي العراقي كان بالداخل قدم تضحيات اكثر من عندنا، ليش بنعطي تعويض؟ معاناة جوع ليش ما نعطي؟ هاي مو معاناة؟ مو مساس بكرامته؟ ليش ما نعطي تعويض؟ بس العاش برا انطي تعويض، عايش برا. بس هاي العيشة برا والهجرة ما تعطيني حق اتميز عن عراقي بالداخل ابدا. ولهذا اكو عراقيين اقولها بكل صراحة، عندي احد اصدقاء صديق محترم يقول لي بالنص الواحد، يقول انا عندي 15 واحد من عائلتي ناخذ 15 راتب على 1.5 مليون وعنده محطة بنزين الدبلة بالسنة 2 مليون دولار. هاي الجريمة نعتبرها مكتفي على حساب الفقراء. أنا أسأل الذين احترضوا المبارح وإشاعوا إشاعات كاذبة على المتقاعدين المساكين أن تم قطع رواتبهم، أنا رئيس وزراء منتخب، أنا رئيس وزراء نتيجة احتكاك اجتماعي، وقلت اليوم الأول أنا جئت اليوم لكي أحضر إلى انتخابات مبكرة نزيهة عادلة حتى نتجاوز أخطاء الماضي. إخضاع الاقتصاد العراقي والرواتب للمزادات السياسية عيب، يخدش شرفنا